في عالم الكون العاشر كان هناك كايوشين متدرب يدعى زاماسو، يتمتع بذكاء حاد ومهارات قتالية عالية منذ طفولته. تحت إشراف الكايوشين الأكبر، تعلم زاماسو أهمية حماية الحياة البشرية وبناء الكواكب، لكن كانت لديه شكوك عميقة حول البشر، حيث كان يعتقد أنهم فاسدون وغير مستحقين للحياة. رغم محاولات جواسو لإقناع زاماسو بأن البشر يمكن أن يتحسنوا مع مرور الوقت، إلا أن زاماسو لم يقتنع. فعرف زاماسو عن كرات التنين ووجود بشري يدعى سون جوكو الذي يكون أقوى منه، فبدأ زاماسو بالتحرك فقتل جواسو وسرق خاتم الزمن وأخذ البوتارا وعين نفسه الكايوشين الأكبر، مما منحه سلطة أكبر. ثم جمع كرات التنين وتمنى تبادل جسده مع سون جوكو، وبعد تبادل الجسد أصبح زاماسو في جسد جوكو وتسمى بعدها جوكو بلاك. بعد أن أصبح جوكو بلاك، قتل جوكو وعائلته، ثم انتقل عبر الزمن لمعاقبة ترانكس وإتقان جسد سون جوكو. وبعدها تعاون جوكو بلاك مع زاماسو المستقبلي، وأصبح هناك نسختان من نفس التفكير بسبب الانتقال عبر الزمن، وتمنى زاماسو المستقبلي الخلود. وبدأ جوكو بلاك في إبادة البشر والحياة بجميع أنواعها لجعل العالم جنة بدون البشر، ودمر الكواكب وقتل حكام الدمار بقتله للكايوشين، وبقي سنة كاملة يواجه ترانكس ويطور من طاقته. خلال هذه الفترة دمر جوكو بلاك 12 كوناً، وتحول إلى سوبر سايجين الوردي الذي يعني اليأس والمعاناة، مما زاد من قوته بشكل كبير. وبعد محاربة ترانكس سنة كاملة، هرب ترانكس إلى الماضي وطلب المساعدة من جوكو، وخاضوا معارك كثيرة بينهم وتم هزيمتهم. وبعد تحقيق طويل عرفوا أن زاماس له علاقة بهذا الفعل، وذهبوا إلى زاماس في الوقت الحاضر قبل أن يقتل معلمه بقليل، وبدأوا بتهمته بأنه أباد البشر في المستقبل، فصدق كلامهم الكايوشين الأكبر. فعندما عرف زاماس أنهم ذهبوا للمستقبل، فرح بأن هدفه تحقق وهاجمهم، وظن أنه من المستحيل موته الآن لأنه دمر المستقبل. لكن بيروس دمره وذهبوا للمستقبل بعد هروبهم عدة مرات من جوكو بلاك. وفي المعركة قرر الاندماج زاماس وجوكو بلاك باستخدام البوتارا، وظهر زاماس جديد شن الرعب والذعر بين الجميع، وأصبح أقوى كايوشين على مر الوجود. واندمج جوكو وفيجيتا للقضاء عليه، لكنهم لم يستطيعوا. وبعدها أصبح هناك تضارب في مشاعر زاماسو لأنه لم يتحقق السلام الذي كان يحلم به، وقرر دمج نفسه مع الكون بعد مهاجمة ترانكس له. في النهاية عجز الجميع عن هزيمته، فجاء زينو أقوى شخص في دراغون بول وقضى عليه. فلسفة جوكو بلاك هي أن البشر هم من يصنعون الفساد، ويريد تحقيق السلام بإبادتهم، لأن دونهم لا يوجد شر. وفي أول ظهور لجوكو بلاك أثار جدلا كبيرا وغموضا حول هذه الشخصية، وظهرت نظريات متعددة حول هويته، منها أنه جوتن ابن جوكو أو أحد الأندرويدات التي صنعها دكتور جيرو، أو حتى جوكو من المستقبل. كان معكم أوبيتو، ووداعا إلى اللقاء.